السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت لكم مفاجأة، حذروا جبت معايا إيه؟ 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 ها؟ حدش عارف؟ لا. جبت لكم لحمة. بصوا استنوا استنوا استنوا، مش أي حتة لحمة، ده أنا جايبها من بيت اللوح مش من البيت اللي جنبينا. أوعى. افتح بقى يا عادل. استنوا 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 بس استنوا. استنى يا أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حمرا ازاي، بصوا حمرا ازاي يا عيني، بصوا شايفين. ها ايه رايكم؟ يونيك يا روحي. ها بص يا رني، شوف لنا حله بقى عشان ايه نعمل فيها اللحمه دي، نحطها ونسلقها وكتروا الميه على قد ما تقدروا. يلا. لحمه ايه يا موكوس؟ لحمه ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ قومي هاتي له كنكه اسلقي له فيها تلقيمه اللحمه دي. بيبي هو انا كان عندي سؤال استراتيجي بحت، هو انا المفروض احط كام معلقه ملح على الكنكه اللي فيها الشوربه بتاعه فسفوسه اللحمه دي؟ حطي له معلقتين وخلي بالك من وش الشوربه، وبعد كده ماما قلبي الفنجان وشوفي له بخته في الفنجان بتاع الشوربه. انا رايي ابيع عشان اللحمة دي تكفينا ان احنا نشويها يكون احسن. بابا بابا، هو انا ممكن اصور جنب حتة اللحمة دي واوريها لاصحابي؟ يا عروبة انت عارف ايه، ونصور الصورة ونكبرها ونبروزها لها برواز فوشة ونحطها في المطبخ ازا ذكرى يعني. هزروا هزروا، انا الكوميديا ملاحظ انها انتشرت انتشرت في البيت كله الكوميديا، يعني من ماما لياسمين لكله كله بقى كوميديا. يا موكوس من عمايلك. انا غلطان انا غلطان ان انا فكرت فيكوا وحبيت اديكوا شويه بروتين، انا غلطان. عموما يعني انا برفض ان الجزارين دول يستغلوني. معلش يا حبيبي، خليهم يستغلوك المره دي والمره الجايه ارفض. ما انتوا مش غرمانين حاجه ولا حاسين بحاجه ولا عارفين اساسا انا بجيب الفلوس دي منين، وانا غلطان ان انا فكرت فيكوا اساسا. تعالي هتهربي هتهربي كمان، تعالي انا غلطان اهو. ايه ده؟ ايوه، الكرسي بتاعك كنتك على الله.